مسرح مدينة قسنطينة خلال السنة الجارية منذ بدايتها منذ تاريخ 1 جانفي 2020 إلى غاية صباح اليوم 25 جوان 2020 قامت بمعالجة 312 قضية تتعلق بالمخدرات. معظم هذه القضايا تتعلق بوضح حد نشاط شبكات إجرامية منظمة تنشط في مجال الترويج لهذه السموم، بحيث أنه تم إيقاف 482 شخص متورط في هذه القضايا مع حجز إجمالا حوالي 3 كيلوغرام من الكيف المعالج. أيضا مادة الكوكايين المخدرات السبع الكوكايين تم حجز حوالي 130 جرام من الكوكايين. يضاف إلى ذلك ربما الرقم الأكبر المتعلق بالمؤثرات العقلية من خلال الحجز حوالي 172 ألف قرابة، 172 ألف كبسولة أو 172 ألف قرص من المؤثرات العقلية والأدوية ذات خصائص المؤثرة العقلية وحتى المخدرات الصلبة من نوع الإكستازي، ليتم بذلك أيضا حجز سائل مخدر قارورة سائل مخدر مقدرة ب 27 قارورة سائل مخدر.